هانئ لنا، هانئ للشعب المغربي الجميع، ويتحبنا البلاد النقد. إجي النتيجة تغت بالنسبة لي تغت منتظرة نظرا للتركيبة البشرية اللاعبين التراندي أندية التمقرانين دي العالم. متفائل جد، متفائل باللي تريج النتيجة أك بلجيك، خاصة تغنزر الطريقة من زيت تيرا بلجيك أك كندا. يعني الإنسان تغي متفائل، هانئ لنا وهانئ لنا، ومزيدا من العمل والمثابرة ذي المقابلة غياسم باش أنا نكوش ذي المونديال. هذه رأيي أحسن تمثيل بالنسبة للكرة القدم الوطنية المغربية والإفريقية والعربية. ثاني يتأمن في القدرات الناس، يقد تقيق لعاب الناس، تغذ ذكي يحتذي التغييرات الناس، يستنمر مغي التغييرات. الحمد لله صدر بوضع غي خيب شاق رخثوق، أنا حنحتفل نهارة في الشاق أن تستوجد المقابلة، مقابلة غك كندا. اولا كنقولها لان جميع المغاربه على هذا الفوز المحقق، يعني راه فوز عن جداره واستحقاق، فرحه عارمه في مدينه الدريوش. يعني صراحه الناخب الوطني وليد الركريكي لم يخيب ظن الجماهير المغربيه، كنقولوا برافو برافو، ادعوا كبار كندا ان شاء الله بشي ثلاثه ولا اربعه، ولما لا حتى حنا ان شاء الله نكونوا من الفرق اللي كينافسوا على كاس العالم ان شاء الله. وفيفا المغرب، مبروك علينا ومبروك على المغرب كامل ان شاء الله. مره اخرى ان شاء الله نتمنوا المنتخب ديالنا ينتصر ان شاء الله، ومبروك مره ثانيه، ونتمنوا الفريق ديالنا كل انتصار دائم ان شاء الله. رائعه، كانوا اللعابه في المستوى كاملين، نتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله في المباراه الجايه ضد كندا. وفيفا ماروكو، غا الفينال غا النهائي ان شاء الله مربوحين، مين داش غيني غنفرح الحمد لله يا ربي. المهم راه نكاعرو زيرو ني غاسي يقدر مو 2-1 فهمي، ذا 1-0 نجاي عكسنا نغيج البيت، ولكن واخا يا مني الحمد لله المغاربه ديما مغرب الحمد لله يا ربي. السلام عليكم، بدايه هنيئا للمنتخب الوطني المغربي وهنيئا للشعب المغربي بهذه النتيجه الرائعه جدا. 2-0 هي نتيجه اداء ونتيجه، كنتمنوا ان المنتخب الوطني المغربي يكمل بنفس الاداء ويتاهل الدور الثاني كاول في المجموعه، ويمشي ان شاء الله بعيدا في هذه المنافسه كاس العالم في قطر. حيب هذه الاجواء انتم كتشوفوا اجواء ديال الربح، ان شاء الله الدراري يلعبوا بوماش تقاتلوا وداروا النفس ديال المغاربه كاملين. الجمهور حتى هما كذلك، الجمهور ما سكتوش، داروا حتى هما رقم 12. كنشكرهم من هذه الماتش الجاي ديال كندا نربحوا ان شاء الله، وغادي نتاهلوا الدور الثاني وديما مغرب وتحكم العالم لله على هذا الانتصار. نتمنوا ان شاء الله نجيبوا غا نقطه مع المنتخب الكندي ويكون تاهل الدور الثاني ان شاء الله. تحيه للمغرب. من رحيم، شكرا اخ ناظر سيتي على هذا الاستضافه، حقيقه انا راح فرحه كبيره ديال المنتخب الوطني اللي تصل بجوج صفر، وزعما في الحقيقه واحد الفرحه عارمه وكبيره جدا. ونطلبوا ان شاء الله ان نربحوا الكندا باش ندوزوا الدور الثاني، ونهديوا هذا الفوز هذا صاحب الجلاله الملك محمد الرياضي ابو محمد السادس الله ينصره، وبيبا الشعب وبيبا المغرب، بيبا المغرب بيبا المغرب. المغرب زير كويازين كل شيء ان شاء الله بخير، ايوا ديج موفق ان شاء الله ديال حدايا ثاني نيت وقت الناس توفيق ان شاء الله. الفرحه تاع سم زياد سم قران سوت شي باريس وستار كل شيء تفرح، هذه هي عبد الخير ان شاء الله يمر ديوتي ان شاء الله التوفيق. انا غير عاود سيدي ربي قبالات المنتخب الوطني المغربي، وكنهديو هذا الانتصار هذا لصاحب الجلاله الرياضي الاول على علينا، وكنشكروا اللعابه اللي كانوا نهار رجال وكانوا مقاتلين داخل الميدان، وكنهديو هذا الجمهور الساكنه ديال الدريوش والشعب المغربي عامه. حنا فرحانين وكيخونا التعبير باش غادي نعبروا خويا اسماعيل شي افكار، وكنهديو لكم كامل هذا الانتصار. شكرا خويا اسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا شكرا ناظر سيتي. اللي نقدروا نقولوا نقول اليوم على ان الفريق الوطني حقق المبتغى وفرح الشعب، كان هدفنا الوحيد وهو تحقيق ثلاثة نقاط، الحمد لله تأتى ذلك. كل العناصر أبلاء البلاء الحسن. مقابلة ديال كرواتيا كتختلف
أتم الاختلاف عن مقابلة بلجيكا كيف لاحظتوا. الحمد لله اليوم كل الخطوط كانت مترصة، نفذوا التعليمات ديال السيد المدرب وكنشكروا كل العناصر. الفريق الوطني إن شاء الله غادي يقول الكلمة دياله وغادي يحقق نتائج إن شاء الله مرضية في المقابلات المقبلة، وكنتمنى له التوفيق ولما لا إن شاء الله يطلع المربع الذهبي ويحقق نتيجة اللي ما كناش نستناوها. فهنيئا للمنتخب الوطني وهنيئا للجامعة الملكية اللي كتبذل مجهود كبير في تحقيق هذا الفوز. ومرة أخرى كنحيي كل العناصر وكل المجموعة اللي لعبت اليوم وأدت البلاء الحسن، وشكرا مرة أخرى. السلام عليكم. الحمد لله الانتصار دام قران نهارا ديت ندريوش عم تزري مرة يوضان مرة في الشوارع توم تشوقين الإحساس النيتيرين غدا خر. والحمد لله جي النتيجة سبحان الانتصار في بلجيكا المصنفة الثانية عالميا، وتجيبوا ان شاء الله الفريق مصنف 25 26 27 بانه نتيجه قار بانه الاسود الاطلس عبر الخرغبان سن ورانس الحب الوطن. والحمد لله توغيج النتيجه تصبحان تصفرحان غير مده 24 عام وانتصر ذي المونديال. ولكن الحمد لله خو اجل الانتصار الشعب المغرب واطفال صغار كبار شيوخ كلشي حضار كلشي شجع كلشي ساند المنتخب النس. والحمد لله وهذا خيب ان شاء الظن، ونتمنى يا سمو سيرة موفقة وان شاء الله الخطوة يا هقات اقضي ثمن النهائي وان شاء الله نكمل مسارنا غير الاضواء المتقدمة ان شاء الله. وشكرا بزاف التغطية يا الجيدة والتغطية المليحة سبحان، ونشكر الصحافة الناظور سيتي جزيل الشكر. الشعور لا يوصف بعدنا تتوجنا على المنتخب البلجيكي بجوج لزيرو، نتيجة صافية نعم. وكما كتشوفوا معنا أجواء هنايا اللي ما كناش متوقعنا إن شاء الله، وديما مغرب وديما المغرب. وكنشكر الأخ بجع على هذا الاحتفال اللي دانا هنايا كما تتشاهدوا هنايا أجواء شنو نقول لك غاية ممتعة. وكنشكروا حتى ناظور سيتي نعم ديما حاضر معنا في أجواء مهم تبارك الله عليك. شعور كبير ان شاء الله بهذا الفوز هذا ديال المنتخب اللي فرحنا وفرح المغاربه كاملين داخل وخارج الوطن قبل التاهل رسميا ان شاء الله. وفرحه كبيره كنهديوها للمغاربه في المكان ريافه صحراوه، وعاش المغرب وعاش الملك. عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خمار خساكينه نعرفها متكمار خارج ارض الوطن وداخل ارض الوطن، الشيني عجبان غير حاره الطاس سلفوز المنتخب النغ المغربي. نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم الكاس اخي حالف الحظ النغ الشين اثني سير نابح. وانا بصفتي كنادل في كافي بيتزيريا دبي دريوش نتقدم مره ان شاء الله الرحمن الرحيم. يجي التحيه طم قرنتي الزبناء النغ الكرام يكين غيتشاهد نداني تاني مره لي ماتش يوميا، ونترحب زي جميع مرة ونتغير في زيدوات المحل النغ مرحبا به غا كافي بيتزيريا دبي دريوش. السلام عليكم. اليوم رانا في زين الناظور وينو اليوم لعبنا مزيان مع بلجيك ربحنا 2-0. حنا مغاربة ديما مغاربة واللي ما بوجا ماشي مغربة. أكي بيدا لوكا لوس ماروكينا سوموس مي بوينوس.